أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب مقيم في الرياض وأبلغ من العمر 22 سنة، وأنا موظف ولست متزوج. اثنتين ما يصلح اثنين، اثنتين وعشرين. نعم. يقول عفى الله عنك: أنا شاب مقيم في الرياض وأبلغ من العمر 22 سنة. نعم. وأنا موظف ولست متزوج. السؤال: هل أضحي عن نفسي أم يكفي الأضحية التي يذبحها عني والدي؟ إذا كنت تعيش مع والدك في البيت ووالدك هو الذي ينفق على البيت بما فيهم أنت، فتكفي أضحية الوالد، تكفي أضحية الوالد عن أهل البيت. أما إذا كنت مستقلا في بيت، تعيش في بيت خاص بك، فإنك تذبح الأضحية. نعم.